بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا تختل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما قد علمت، وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضدت، وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختا، فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرتا، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا، فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمتا، سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنتا، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمتا، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعمرها فجد لما خلقتا، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعتا، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا، ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا، ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفتى أم غللتا، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرأت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا. مجلس كان ومجلس السدحات مجالستي كتابك أبي إسحاق الألبيري منذ مديسي أن كشر حيني حسوقرني بيتك كوي صدن إلى بعد بيتك صدن إلى بعد وحلي إمامك عليه رحمة الله. ولا تختل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت. ولا تختل هكفان وهككبر بمالك مالك هذا هكفان وهككبر، ولها كمشغول عنه مالك هذا حقيس كمشغول، فليس مأهان المال مالك مأهان إلا ما علمت وحا تقانويا مالك وحك لمأهان مالك ويان. بيت كان صدا إلا بات إلى بيتك لقى قرأ شني أفرتنات إمامك عليه رحمة الله وحكشة كينيا بداية تفضيل العلم على المال، مالك إي علمك أيها الاسبربر لقي كدمنا علمك إنه فضل بذنها يوكشة كينيا
بيتك صدن إلى بعض إلى بيتك شن أفرتنات وحليه مرك إمامك ولا تختل نسخت قارو حكوت الله ولا تحفل بمالك هاو أبيال ويان تانا ولا تقتل هكفان بمالك مالك هذا ولها كمشغول عنه مالك حجز كمشغول فليس المال مال مأهان إلا ما علمت وحي أتقى نوضك سنته هو ويان مال وحقي مبضن مأهان نمول بنوي قانا مال وحوياي مال وقفك وتاجر بري وفقير بري دمبو هكذا مرك مالك معنا وينك ومدلسنا ويان وحد دائم نقرانا مأهان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحده جري اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مرك مالك آد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكتس معنا كما لها نجرين ولا تختل هكفان بمالك مالك هذا كفان أما ولا تحفل هو أبيين بمالك مالك هذا ولها عنه كمشغول فليس المال مال مأهان إلا ما علمت وحي أتقى نويان مال معنيه زي قيمة أوليه واحد قران كرتويان وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى أما به وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى لبضاس معنى با أما لبضا اللفظي بويكسو عرورين نسخت كالدون وليس أمسقنان لجاهل قف جاهل في الناس دتك دحدوضة معنى وما سكنان ويان ومعنى ملهن أو مغن مد وحتر أولادتك ما أهان ولو ملك العراق عراق بقرتو يدي سبا له إساقة أتا هاو السورة قراء وقعانتها كوهاية قفك جاهلك دتك قده هذا معنىك ملهن قيمك ملهن وحترنا ملهن ولو هن نقض محوها قف عراق وطن بقرتو يدك عانت لو قلي أرض السواد نعمة إيه برواق إيه وبيع إيه وحاوية خضار إيه خير أنه إله سبحانه وتعالى سكوه جاي أرض العراق مركا وقتك أيضا ولا جوه جاي إلى وقتك أنا هذا اللي جوه مالك خير أبدا الأدب ويرتهي عراق مركا بقرتو يدي عراق هدو حتى وقعان تكوها يستم قفك دو جاهل يا معنى بدن ملاهن جاهل إيه السفه أيا أسكن نوع على قد قفك إنه سفيه هاي ونوع إيمان دونا وسنمحوها مسكح بدن لهين إيه قفك إنه جاهل يا هاي أدب لسكوه دوية لذلك أحيناها لا تصاحب سفيها أو أحمق وكذلك الجاهل قف جاهلة هي قف أحمق هدقنا هي قف كمحوها أن أرنجيس سكير أدنين وذي هوساتها كدغنين وقف أدهوسها أدوذ السعوتان والسرت هذا إذن هذا أكسون وإذن هذا أدكالبت الشتاح كدغنين حي سوقات انتصار حمقك إي سفها حيالها أقوبة ما لقوشك بهال دبلي له دبك ودن كان لقى ما يقانا ووح برفيرة كنول وتقريبا لقلت الماما هنا يبهل آدو عقل حنتين دبك مركة ووح نوع عاسة وكل يبهو حتى أرك كرتان يوتيوب يدي إيو جوجل كيميلا وكا أرك كرتان دب بالي رادا وبهل مرنا يري استاكتو مر أفر لبطكو سعوتا آدو دف بذن آدو بورا أيا حمقي قال لقلت الماما حير هذا المركة دب تاس أيا وحي الله صاحبتي دبتاس أي حبس اللي قليه نين مركز صعودة وصعودة وصعودة أي وحصوه مري يضع سلك وجرت شبق اللي قليه ومحبوسة كدبنا نينك وقولنا حي وكفري هذا كذلك يقول إمان الله دبتي مركز حي بلنقا دي أو النفتي هذا محوها هاي دوش كسارتي إن نين كان بدباذي أي الله صعودة ولي قد كهارين أو يدفع ده أو يدفع ده سيدي أي قوان قادتي نينك نوش يكتب كي يلي كدبنا مركو صحده وإلى النيسا نين الله نينك سعود وادر محوه وبهال حوق بدنه جغله كرفة نيسا ساسا يمركا رنتو سعوتي كدبنا مان مال مهكا ميد أيا سعود دير وصوق علي كدبنا وود داري وصحده نينك نينك مركا يدا واردينيس وتاقن نينك مركو هردي تخسي أيا يمد تخسيق مركا واتقنا ميلاها محوه إشا إيا صنكا إيا ميلاها سيا ميلاها محوه دعانك لها أيو كدقا أيو حيابها سقيون دوبكي مركا حوارديني سانينكي نينكي مركز تخسي أنت سوبة وضياء سنكا قدقي وحاوسكو دي دي تخسي واتقا نميل قوينكا مهرا وكسو الله اللابتا دبكي إنو أقرقار نينكي ودفاعا أيو مركو بقان قاطي كدبني جبال يسور رجيه لقاح عدوين وسوق قاضي لقاح يالو قدل كبا
تخسقي تخسقي الحقو سارين هاي سانك إيشي سارين هاي جبالك يزور رجيي كدمنو حقو سيدايي صاحب كيس وقاتكو جعلا نين كو عدمتي نين جبال ملح لك قرفتي حقو كون ولاني مركب حانك لجدا وحير هذا المركب قفك أحمق أما سفيها صحبتي سوى النعص يضرك من حيث أراد نفعك وكل دبا يا استغفر ربي انه وحكو ترى وحكو ترى ترى يقول دبا يا مرك وحاد دبا نوا قف جهل مرك اي سفهلا نوع عصا اي لماذا اي شغل ويان نعم وليس امسك عن لجاهل جاهل في الناس ذات لحظه معنى معنى كما لها ويان ولو تاتى هاو صوره قرا وهاو قعن قرا ملك العراقي عراق بقرتويد سله اسغا سينطق عنك علمك في ملائن ويكتب عنك يوما إن كتمت سينطق كهل دونا عنك أري حقار كهل دونا علمك علمك هذا في ملائن أي في النادي والجماعة ماشي لسوي مد أي علمك هذا كهل دونا وهذا أي محوء هاكم مثال دونا ويكتب ولقر دونا عنك أي عليك دش هذا أي الدم بالوقر دونا إن كتمت ديئات قريسة علمك يوما مان ما المها كمتا ديئات علمك قريسة دم بيجا سجر أو قرآن دونا ويا نبي أنا صلى الله عليه وآله وسلم حديث كصحيح وحليه من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من النار قفك علم لويديه شريعة علم الشرع قفك لويديه كدي من القريه ما نمت قيامة وحاويا حال قصة ميا وحال لقجلي أفكه لجام والله حكم يا حكمها فرسك يبقش يضمرك أفكه لقجلي أي ما نمت قيامة لقجلي أو بر أويا مركا ودنبي آدو عرس قفك إنو علمك قرية ويان علمك مركا قوبها دالي ماذا إساقا يا كاهلي إساقا يا كمثالي إساقا يا محوها ملكو قيني إساقا يا وحا ويان كاعبير وحي قلبك هذا كسوكنا ويان سينطق حكاها اللي عنك هذا حق هذا علمك علمك هذا في ملائن أي في النادي والجماعة ويكتب ولقاقري ولقوقري عنك أي عليك دش هذا إن كتمت هديئة قريسة يوما ما إن مالماك مدويان وما يغنيك وحكامتره وحكومة ترده وما يغنيك وحكومة ترده تشيد المباني لسميال إن لرده ريوه لسميال عرده ريسي وحكومة ترده إذا بالجهل جاهل لما هديئات نفسك النفط هذا قد هدمت كدميسة والنفط هذا جاهل لما كدميسة لسمات إيه رد استي وحكومة ريسي وياه أبدا احترم لهم قفك دي لسمك استوصم يقول لكن جاهلي هاي معنوين ما لهم وياه وما يغنيك وحكومة ترده تشيد المباني لسميال عرده ريوه إذا بالجهل جاهل لما هديئات نفسك النفط هذا قد هدمت كدمي سويا جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بالنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت جعلت وحدك يا شيء المال مالك فوق العلم علم آيات كسر مريسي ويا مالك آيات علم كسر مريسي لعمرك بانكو دارتي وانك هذا لعمر راس يوحي تشلي في القضية أرنت ما عدلت عدل ما كما أنا سمين ويان أرنك عدل ما كما أنا سمين وبينهما وحاود حيا علمك إيا محوها مالك بنص الوحي وحي إله سبحانه وتعالى وسودجي عدين تيسا نص كيسا بون فرق إيا كلفك شأي أود حيا ويان ستعلمه أدوغان دونتا إذا طاها إذا قرأت هديا دخرسة طاها سورة طاها هديا دخرسة ويان وحليه مالكي هي علمي آيات سنتي ولب علمي آيات سرمر واحد مر سرمر يسمى مالكي أرنت أنا وحكوجي جاهل لما وحكلا وكوجي لما أركويان معناها علمي أي معناها مالك أيضا أدو كلا جرنين وحن كل دار تولي هاي محوها هاي جريتان كهذا إن ولا شهذا نوان كهذا لي إن الوجود أهلا كريم إله سبحانه وتعالى وحنا نهين من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله مرك قفك هدي إلهي غيرك وكل أرته ما الخطر وقلي لكن عربت أيها وحيوها أنجر تعادة إنا يمحوها إسكاد أرته وحيابا لكن أرنت يدوى اللودي دي نبي قال صلى الله عليه وآله وسلم وودي دي ويان صحابة دي ركا مدوى أرنتها سمي وكعنا أنت ويان مرك شيخ كل يبقى قول لان ما هيسو لكن وحالك يبقى إنو مشعرك كامري أما سيقى في العقود عاي أما الرجل نستاخد أها ومحوها قري أي محوها أي أرنتاس سمايان وعدي أكرتا أنت بقى لكن كل معنى صح ما هنقفك إن عمر جيسة لقود أرتو أرين لو قلي ما هو ين مركا وحولي هاي أرنتاس وان دارتي وحنكو دارتي
ضربان ضارتي ضارت أيضا أهنا ما حنقول ضارنا يا أرنت إن أنا عدالتك سمينين أو جور إيه ظلمي أتكون بعد ويان هدي أت علمي إيه جهلي أت علمي إيه مال أت محوها سرمري سمالك ويان حي لي علمك إيه مالك وحاول له حياة فرقي إيه كلفوان آد وين علمك وحوجوا ثرى الثريا عفوا هديها سوجوا سيد نو إيمان دونته مالك أنا أقولك وجوا مرك إيه رات أنت قف محوها فصل ككوباد دكتو يقف جامع حد من إيه رات أنت وظلمي ساسو كلو ويان أرنت أيضا أهنا فرق يقول حي واحد قرن كرتا مرك يا داخل سورة طه حكلا جد قول الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما وقل رب زدني مالا مياد هيسان أبدا لما هاي ويان مرك تاس أيو كلا جد ويان جعلت واحد كي يشي جعلت واحد كي يشي المال مالك فوق العلم علمك متكسريات كدك تويان جاهلا جاهل لما أوجد لعمرك في القضية أرنت ما عدلت كما أذن عدالة سمين ويان وبينهما وحول حياة علمك إيمالك بنص الوحي وحي عدينتي سبون فرقي يكلفغان بعود حيسا ستعلمه حد غان أنت إذا قرأت هدية داخل شطاها سورة طه ويان لا يرفع الغني مقارنة قال يا مرك مقارنة أي قال يا إنه إسبر برد مالك علمك وحي كليهين أي إسبر برد يا مدول بميزان بوسارة يا مدول بقيمه يقدر كيسا يعدين يا ويان لا إرفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لا إرفع دكر قاض الغني قفك تاجرك لواء مال مال علنك سدود تاجو أذكر قاض لأنت أذيك طالب علمك أما شيخة لواء علمك علمك هذا محو علنك سياد رفعت قد رفعت كر قاض ويان علن بوتك تسقح عليه مالك جواك أركي طبقي ذي بابورتي وحويان دولارك ذهبك وهكذا بيريه وحي كر قاضي وهل وقرت وليه مركا علن كاستاكتو أن علم هذا علن كيس تاجني سويا لبا محو علن إزجاري كرتنا ما هويا حيا العلم جا هي مالك إسكم دو الإمام علي أو حلون اسمه علي رحمة الله إنه يري العلم يحرسك وأنت تحرس المال علم جا هذا جا أيوك إلى ليا مالك هذا دوري سواردي أسمي وشمن أكن وحوي بنك كحر سايل سيف أسمي وتكون رفاضي علمك أنا أصلي يا أكو إلى ليني أيو ليها علمك وحاكم ومامولا مالك والله مامولا ويا كذلك وحليها مالك وحان نقصاميه نفقده وسيد ظاهرك طبعا ما نقصت صدقة من مال وحق محوها هي ظاهرك إن مقالك ويا اللي انت مشي لديه الكلام ديقه أو من لك قاضي من لوال لك قاضي من ستحال لك قاضي وأنا ما نيان حق ظاهرك لكن إله سبحانه وتعالى يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خلف سكر على جوسيني ننكر على جاكيني لكن كوا يجاها ويدا ما نيان لكن علمي جنوع اسمها مر الله مركب بحسو سيب بيريا والنائم أننا هنا إن شاء الله عز وجل لذلك الإمام ابن القيم الجوزي الجوزية عفوا رحمه الله رحمة واسعة علمي جا يا وحوس بربر إجا في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة سبر بربر إجا علمي جا يا وحوي مالك سبر بربر إجا فروق أود حي أيوك محو عدينا يا إلى أوجارسيو عليه رحمة الله أفرتن قيبوت وتكفل لبدنيا علم جمالك أيو عدينا يا وأنه قنكرت إن شاء الله عز وجل وحكم ده إنه علم جي هي ميراث الأنبياء أنبياء ذو حال كودي مالك أنا أوجي هي ميراث الملوك والأغنياء تذكر بقرة ذا إيو تتجارته لحال كود ويان علم جا قف كسيد إمام علي شيعي عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه علم جا صاحب كيس إلى ليه مالك أنا سجل إلى ليه مالك إنا نفقد أيضا ما ينيسون علمي كان أكبر ما فقد بحنته قفك عالمك بقردي إذا تيرنا أوبهن لكن قفك مالك هيستحو أوبهن قفك مسكين هو أوبهن قفك دقاله قفك دقالان أيضا هم بقى أوبهن ويان مالك قال إي مسلم إي قف بار إي قف هاجر انتبه إلهي قعمت أقلي يا سبحانه وتعالى لكن علمي كان نافع وعلمي كان محوها شرعي ونافع إلهي وحوسي سبحانه وتعالى مؤمنك بركة وبارك أنبوسي يا ويان مركف حويان إلى أفرتن خصلات أما أفرتن فضلي وتكفل لبدنيها علمك مالك أيها هلك أكو شيء ويان فراجع هناك لا رفع الغني وقفك تاجرك دكر قاضة لواء مال مال محو علن كيس دكر قاضة لا أنت أذقنا لواء علمك علمك هذا علن كيس أيات قد رفعت كر قاضي ويان ولا إن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست لأن جلس هدو فريسته الغني قفك تاجر كدو فريسته
على الحشايا وحيابها العبي أما اللبوحيي أو جلعسا وحكم إذا محوها كراستا جلعسا فراشيضة جلعسا بركمها جلعسا أو لغو عبي لغو بوحيي وحجلعسا صوفك إي حريرت إي لقلي هدو محوها كفريستو لأن جلس الغني قفك تاجر هدو كفريستو على الحشايا وحيابها العبي أو جلعسا هدو كفريستو لأنت أذيك على الكواكب حدقها يتقى جلستا كفريستو ويا توقف كتاجر كأ ما لقر قرحسن إيه ما لجل عسن إيه أفرسه أذكر وحفظ ذا حدقها يتقف ذا ويا أدب الصلاة سيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تتك أهل العلم جاء إله درجة الكرب وقاد ويا لا إن جلس هذا فريس الغني وقف كتاجر على الحشايا هي أبه العبي لا أنت أذكر على كواكبي حدقها يتقى جلست كفريست ويا وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا وإن ركب هدوفورة قفك تاجر فيها الجيادة فردها قرقر حسن أو وناكسا مسومات أيقو على ميديسا أو لا على مدي هدوفورة لأنت أدقنا مناهج التقوى الله بغيتانكس جدد كذا أياد ركبتها فوشويا ساسويا مركا قفك هدي أدمحوها تاجر كأدميلة قرقر حسن يقولي قرقر حسن يوحويا ميلة aad wanaag badan iyo maqaaxad quruxsan iyo meelo badan asaga u fuula oo taayada macno u arka adigana xagga joogta wayan xidigaha taaranta jidka alle iyo turuqda alle subhanahu wa ta'ala oo taqwada ku gaarsiinayna waa muxuu ay saarantahay wayan saasulay cali rahmatullah wa in rakaba hadu fuula aljiyada fardaha muxuu war wanaagsan musawamatin la calaamadee oo la calaamadee hadii aad fuusha hadii u fuula afwan la anta adigana manaahijta taqwa alla ka cabsida جدت كذا يا تركبتها فوشويا ومهما افتض أبكار الغواني ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضلتها ومهما جر الله جرتي أما جر الله جركي وافتض جبصده أبكار الغواني دمر كغرغرحسن بكر المرء المرك وجبصده فكم بدنا أي بكر بكارة ومن الحكم حكم رأى افتضلتها adiga aad jabsanays marku qofka maxuu aan taajirka dhaqaale haysto dhaqaale haysta dumar allatii u doono guursanaya in dhaqaale haysta dumarka waxa weeyaan qofka baa iyo hadduu awood bahaayo oo maxuu istitaaca u leeyahay oo dhaqaale haysto inuu guursado dhib weyn kuma hayso marku waxa laga yaabaa inuu tan guursado oo maxuu aha tan kala guursado oo tan kala guursado hadii uu ilaahay ka baqa weeyaan subhanahu wa ta'ala hadduu de qof faasid oo xun yahayna waxa weeyaan isaga haba sheegid waa qof dabaalana waa habeen ba maxuu meel ku dhici soomaa maadaama ay taatay tahay adiga waxa weeyaan imisaa xikmadood imisaa cilmiya imisaa wax aan la gaari karin oo khayra oo diinti Allah subhanahu wa ta'ala oo xikmadu ninkan waxa ka ogeyn laa yaaraf illa farjahu batnahu farjigiisi calooshiisa buu ka warqaba adigana waxa weeyaan adduunyada akhirad ka waraysa xikamti alawali wal akhirin umadii hore umadii han damba iyo kuwa jooga xikamtooda gacanta ku haysa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sii oo bikara asaga aad waligid gaareynin marka laba isgaari kara ma tihiin wayan ee marka tiisa waxba fiirin tan adiga ilaahay ku siiyay fiirin wayan wamahma gor ala gorti iftada u jabsada abkar al gawani gabdhaha iyo dumarka qurquruxda badan bikradooda mar ala markuu jabsada fa kam badana ay bikrin bikara oo min al hikam hikmada iftadatta adiga aad jabsatay wayan walaysa yadurruka al ikhtaru shay'an idha ma anta rabbaka qad arafta walaysa ma ahanin يضرك متكو ديبا الاختار غان غابني اي غان يري متكو ديبت ما اهانين يا فقير نمو شيء وحكا ديبت ما اهانين ويان اذا غور ما انت اديك ربك ربك قد عرفت ربك هدي اد مر ببرتي غان يري يو دقاله يري وحبا كام ديبيس ويان الهي سبحانه وتعالى مر بهدي اد اكسنت وديب الهي كبقي سبحانه وتعالى الهنا اتقانو علمنا اتقانو غان يري وحبا كام ديبيس ويان culimada waxay ka murmaan oo ka doodaan mas'ala la yiraahdo hal il ghaniyyu ash-shakiru afdal am il faqiru as-sabiru afdal qofka taajirka ah oo waxa wa shakuurka ah oo alla ku shukrinta badan oo dhaqaalihiisa bixinta badan oo alla alxamdulillahi la deeneenin waligiis uu taagan alxamdulillah biyu abi alxamdulillah unu uni alxamdulillah daru xirin alxamdulillah talaabo qaad alxamdulillah miskiinu arku xabuusiini waa shakir layla nahar mutaabid li rabbihi قفك غنيا أو شاكرك إيه قفك فقيرك أو صابرك يا فضل بدن لماذا لا بلاس مسألة أي كلا سار لأيهن أدب إسكو غرف هذا لا بد مسألة لا بري وحكى الإمام أحمد عليه رحمة الله
marka masaa'ishas aya laga murmaa mid walba khayr buu ku sugan yahay qofka faqiirka ah oo saabirka oo inay wax ka maqan yihiin maxuu ay dareen sanayn oo ilaahay kumxuu subhanahu wa ta'ala u sabra iyo qofka taajirka oo maxuu ashaakirka labadaas in la kala saar aad bay culsaatay weeyaan labada nimba thaqra aad culus bay ku jiraan na'am walaysa ma ahan yadurruka mid wax kaa dhibo al-iqtaaru gacan yarida iyo maxuu dhaqaale yarida shay waxba kaama dhibta ida goor ma anta adiga ربك ربك قد عرفت عرفت أدقرت ويان فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فماذا عنده أكتي سمحاكوء هذه لك أذيك من جميل ولاك محاكوء هذه الله أكتي سبحانه وتعالى إذا قر بفناء طاعته طاع عديسة الله طاع عديسة بنان كذا أما أغار كذا anaqta aad muxuu hadaa badadi irtigi aad wadatay aad ku tujiso od fariisiso waxa allah aktiis ku yeelay weyn badana sheekh xulee alayhi raxmatullah hadii aad allah aktiis subhana wa taala iyo allah muxuu aha taacadiisa agteeda aad dagto od fariisato od muxuu aha adiga aad golo ka dhigato aad dagto waxa allah aktiis ku yeelay oo muxuu wanaaga allah weyn badana oo wanaag badana oo qurux badana oo caaqibadiisa samaan badana أي لي شيخ علي رحمة الله نعم نعم طاعة مرك الله الله تعالى سبحانه وتعالى وحي لي ذهي آثار بضن حكم يتقفك إنا كم وقته وجه جيس أي كم وقته سماهم في وجوههم من أثر السجود لذلك ذنوبتا وحي ليهن ذنوبتا ذنبك وحي ليهي ضعيف نما قفك جركيس وضعيفيه في قلبك وقلجيه حسنات كان وحي ليهن يا حسنات وحي ليه ذهين وناك يا أود يا قوة إله سبحانه وتعالى جرك وقف أقليه هي قلبك أو نورية لذلك ابن عون إنك الإلهي وحده جري ورقي سلفك أها وأهل علمك أها وحده جري أهل خيرك ووقتك أنك جاء وحي أهان جرين حتى يسدر دارمان أما قاركوت قارك كلا يوحو قران أو يكلا مغنادان وحي قرأ ورق وغرجين سدح شيء dardaran kooda hada isu joogan isla joogana saddex way isku dardaarmi jireen hadii ay kala maqan yihiin saddexdaas isu qor jireen saddexdaas waxa kamida qofki aakhiradiisa u shaqeysto ilaahay adoonkiisa asaga ka gaafiyo oo meel ka saara akhara u shaqeyso adoon ilaahay ba meel ka saari talabaad qofki wanaajiyo isaga iyo rabbigiisa calaaqada u dhaxaysa wanaajiyo ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka kaafiyaa basharku ka kaafiyaa khalqku ka kaafiyaa weeyaan qofki siiradiisa iyo waxyaabaha hooso asaga qalbigiis ku jira wanaajiyana ilaahay wuxuu wanaajiyaa shaygiisa muqda ayuu wanaajiyaa saas ayuu dhihi jiray wayaan ay dhihi jireen oo isku dardaarmi jireen famaada mahaba indahu allaktis ku ahaday laka adiga min jamiilin wanaag allah waxa allaktis ku ahaday wanaag badana oo qurux badana oo geem badana idaa goor bifinaa'i taa'atihi taa'adiisa banaankeeda anaqta aad muxuu ay soo degta أو كتو جي سرتيغاغي إيه محو أدابادة أتصار ندويان فقابل بالقبول صحيح نصحي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت فقابل ورنيه كالهرتك بالقبول يلتان صحيح نصحي نصيحة ديدة هذا الصحيحة كالهرتك ويان أقبلتان فإن أعرضت ديات كجوسة عنه نصيحة أيضا هديئة كجوسة فقد خسرت واتخسرت ويان وإن رعيت هديئة إلى لسا قولا رحي وفعلا فعل با أو تاجرت أتكلا تجاريسة أتكلا بعشريسة الإله اللوين به نصحك أسقع ربحت ربح بعد ليس ويان واتفائديسة هل كان وحولي هاي أني وأنكون نسيحي هديئة أنا البيري هديئة أنا أبو إسحاق الإلبيري وأنكون نسيحي نصيحة أيضا أنكون نسيحي waxaad kala hortag taas kula soo horadaa inaad aqbasho nasiixadan saxiixa oo toosan oo quruxsan kala hortag aqbalitaan iyo ruuclayn kala hortag weeyaan haddii marka aad ka jeesata oo nasiixadaas aad yeeli weyda waad khasaareysaa weeyaan laakiin haddii nasiixadaas aad dhowrta ood ilaalisa ood hadal ahaan u ilaaliso ood ficil ahaan u ilaaliso ood rabbina kula beecshareysato markaad ficilkaas samaynaysa iyo markaad muxuu ahaa samaynaysid قولك هذا قول ليس هذا إلهي إلى الله سبحانه وتعالى أدلي إلهي لك نعصه إلهي محوى بيسنس كذي تجارة تجارة لن تبور هذا إلهي مرك لك نعصته أدلت عديسك لك نعصته
oo nasiixadaas ku amal fasho waxaan ku balan qaadaya inaad ribxi iyo wanaag la kulmayso weeyaan saas ayuu Cali raxmatullah faqabil kala hortag oo ku qabil bil qabuli aqbalitan sahiha nusxi nasiixadayda muxuu ahay sahiixeeda teeda toosan oo muxuu ahay fiyow kala hortag weeyaan fa in aradta hadii aad ka jeesata canhu isaga oo nusxigaad aad ka jeesatana faqad khasirta waad khasaartay weeyaan وإن رعيته وهدي أذي لاليسا قولا قول أهان أذو إلى ليسا إيو فعلا فعل با أو تاجرت أدكلت بعشريسة الإله ألوين به إساقا ربحت ربح بات هليسا ويان يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم نعم فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا halkan wuxuu ka bilaabayaa imaamka Cali raxmatullah bab cusub oo ah at-tahdhiru min ad-dunya wa shahwataha wa at-tahwinu min sha'niha baytka afartan ilaahad ila baytka kuntan ishaad wuxuu kala sheekeynaya ka digitaan iskaga diga adduunkan iyo shahwadada iskaga diga ayuu ka bilaabayaa weeyaan iyo qiimaha ay leedahay oo aad ulka loo dhigo la qiimatiro ayuu sheekha sheekeynaya Cali raxmatullah abyadas يرى انت سوكا شكينيا فليست مأهان هذه فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا فليست مأهان هذه الدنيا الدنيا ذا مأهان بشيء وحنا مأهان ويان وحقي ملا الدون كان مأهان ويان تسوءك ويكو حمان قلنا إذا حقبة زمن وتسر ويكو فرح قلنا إذا وقتا وقتنا ويكو فرح قلني محوها يكوبا إن بضلنا أي كحمان قلنا ويان أدون كان أدون فرح ما أهان أدون قيمة ما أهان لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أي نبي قلنا صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام الترمذي هو ذي صحيحة وكعدينا أدون كان هدية الله تزي قيمة لها الله أي ولي بقيمة لما أهان كوبي أو العبه أي لا مد أهان الله قفك كافرك وقالك لقم السيئان محوها بي لأن مين لقم السيئان ويان قفك قالك هذه الدنيا أي الله أكتس أي لسن الله جناح بعوضة عفوا جناح بعوضة كنيعة بالكت ويرجي سيار كنيعة بالكت أنت الأركي يرام بدنا قيمة درنا واحترم لهم هذه الدنيا أنت سأي الله أكتس كأهل الله وقيمة سأي الله الله وحاول ينكوبي قال لك ما سيين لك ما لما ورابي ينويان الدنيا كان مركب وحكى كوبي الشر والخير ونبلوكم بالشر والخير لذلك وحال إلى هذا الدنيا قف كسوكا سيدات شيء أمبو محوان أحد هذا كسوغانيا سيدات داس ما بكتاكبا سيدات داس أمبو دول تاغانيا سيدات واكوة حزن وفرح ما أنت وامرك برينا وفرح وهذا وضع تقانا أنت أيضا تنلبات تنسدحادنا إي أفراد صحة ومرض ما أنت وضع عثمات قبتا برينا ملاريا ماذا حنون دقا يحنوني قوسا يحنوني وهكذا تن شنات يتنلحات وعسر ويسر حوش هذا ما انت ادبك وفضده وحب ضنبه وحاويا واسكاء اله باكو يسر سبحانه وتعالى برين وعليس والعكس ما انت وعليس برين وفضيت تنتظر وعدتنا سيدان الحياة وان هذا ما انتك عندك هين سعادة انا كنت اقلنا ايوه وموت غيري سيدي ده حالات قفك ادونك انكو سوغن محوها كما فرصنا ايويا سيدي ده سنبوميدك عندك هيا نعم فليست مأهن هذه الدنيا أدنيا ذا بشيء وحمأهن تسوءك ويكحمان قلن ليس حقبة زمن بضن ولبا حقاب وزبن بضن ويان وتسر ويكفرح قلن ليس وقتا وقتك وبنا ويكفرح قلن ويان مروبت هذا إيا حمانت هذا إيا فرحد هذا إيا ريرينت هذا وحا بضن إن بضن حمانت هذا لبك هذا بضن ويان هذه حتى أيكو حمان قلن فرحد أدوني دهان هذه أي حد أيكو حمان قلن محوها لب أدون كي آخر معاصبي إذا باتوينك إيش هذا واحد يبقى ومرك سعته ويان حتى هذه هذا دونهان وعثمات قبته ميغاكو مرجني أو وجه هذا واحد يبقى وإله عسيان كيس هرت هذا سبحان ويان وغايتها إذا فكرت فيها كفيك أو كحلمك إن حلمت وغايتها يول كذا الدون كان يول كيسا هي ماشي قدام بيسا إذا فكرت هذه أتكو فكرت فيها أيضا كفيك كمثل فيئك خاص كذا أي لا توتحويان أو أمضى كحلمك
ruyadaada aad riyootay in xalamta hadii aad riyooto weeyaan hadii adduunka aad qaayadiisa iyo muxuu ahay meeshu ku dhamaana aad fiirfiiriso ood madaxaada yara tuujiso ood ka fikirto sida dhabta ah waxaad kula noqonayaa harkaadoo kale kafayika hooskaadoo kale amaba ruyo aad adoo horda riyootay ma wax macnay leeyihiin hooskaada muxuu ahaa haddii aad hadda socoto hooskaada muxuu yahay ma meel raad lahoo muxuu la qaban karaa wuu tagay hooskaada meeshaa aad soo martay hooskaada uu soo maray macno ma laha kadaalika ruyadii aad riyootay xulmiga weliba dhadhabka kana oon macnaha meel uu ka bilowday meel uu ku dhamaadaan lahayn oon qiimaha aan lahayn kaasoo kale ayuu markaa sheekha calayhi raxmatullah ku tilmaamayaa weyaan waqaayatuhaa adduunka muxuu ah yoolkeeda iyo meesha u dambaysa oo muxuu ahaa ay ku dhammaanaysa idaa fakarta fiiha haddii aad ku fikirta kafayika hooskaada iyo dilligaadoo kale weeyaan aw ka xulmika dhadhabkaada iyo muxuu ruyadaada in xalimta haddii aad riyooto weeyaan sujinta biha wa anta lahaa muxibun fakayfa tuxibu maa fiihi sujinta sujinta waa lagugu xabisay fiiha sujinta waa lagugu xabisa biha iyada ayaa lagugu xabisay wa anta adigana lahaa iyada muxibun aad jeceshahay fakayfa sidee baad tuxibu u jeclaanaysaa maa fiihi maa shay fiihi isaga gudihiisa sujinta lagugu xabisay aad u jeclaanaysaa weeyaan xulay sheekha calayhi raxmatullah adduunkan adigaa lagugu xabisay xabsigaada weeyaan addunyaa sijnu lmu'min qofka mu'minka waxay u tahay adduunyada sijni maxaa yeelay wax walba oo damacda wax walba ood jeceshahay ma lagu ogolyah waa maya wax badan ayaa laga hayaa waxa afka laga hayaa weeyaan oon lagu ogolan alaa ina almu'mina muljam nin baa waxaa weeyaan lagu xadgudbay salaf ka mid ah lagu xadgudbay oo la lacaayay markaasaa qofka haddii la caayana xitaa sharcan waxaa loo ogol yahay qofka haddii la caayo oo la xumeeya inuu argud tacadin uusan samaynin soo ma faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allahi waa markaas qofka hadduu iska cafiyo waa darajo iyo martabo weyn laakiin banaan ahaan qofka haddii la dulmiyo wa in caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi hadsuwan qofka xadgudbaynin marka ninkii la caayay oo la xumeeyey wuu iska aamusay waa la weydiiyey muxuu yihi ma taqanan alaa ina almu'mina muljam alaa ina almu'mina muljam alaa ina almu'mina muljam qofka mu'minka ah waa qof kooraysan qof xakamaysan weeyaan waa qof muxuu ahay biro ay afka ka jiraan oo wax walba u rabaan ku hadli karin qof xuduud la weeyaan marka qofka mu'minka adduunkan wuxuu u yahay xabsi iyo sajni ayuu u yahay weeyaan marka adduunkan lagugu xabisay oo adiga muxuu ahaa xabsiga ku ahaa sideed u jeclaanaysaa sideed muxuu ahaa ugu farxaysaa sideed muxuu ahaa aad kula tagaa weeyaan weliba waxaa la yaaba qof xabsi ku jira oo xabsigiisii ku jiray haddana jecel oo ku faraxsan weeyaan saas ayuu sheekh leeyahay calayhi raxmatullah sujinta waa lagugu xabisa biha adduunyadii ayaa lagugu xabisay wa anta adigana lahaa iyada muxibun aad jeceshahay fa kayfa sidee baad tuxibu u jeclaanaysaa maa shay fiihi isaga gudihii sujinta lagugu xabisay weeyaan wa tudcimuka aطacaama wa can qariibin satadcamu minka maa fiiha tacimta wa tudcimuka adduunku waxay ku quudanaysaa adduunyadan waxay ku quudanaysaa aطacaama cunnay ku siinaysaa adduunkan cunnaad ka quudanayso iyada ayaa cunno ku siini oo adduunka dhexdeeda cunno ayaad ku cunaysaa wa can qariibin goor dhowna oo aad aan urfogeenna satadcamu waxay kaa quudanaysaa oy kaa cunaysaa minka adiga maa shay bay kaa quudanaysaa fiiha iyada gudaheeda tacimta aad ku quudatay weeyaan saas ayuu sheekh leeyahay calayhi raxmatullah adduunkan intaad joogta cunna ay ku siinaysaa cunnadaa cunaysaa waad ka dhex cunaysaa waad ku buuranaysaa waad ku xoogaynaysaa waad ku farxaysaa waad ku barwaaqoobaysaa laakiin goor dhowna iyadii ayaa wax alla wixii ay dhacaankii iyo hilibkii iyo nicmadii ay adduunkan ay kugu beertay ku gelisay oo jirkaada muxuu aad ka faa'idaysay iyada ayaa kaa quudanaysa assadiidu waalbilaa qarbigaa lagu gelinayaa nabigeenana sala allahu calayh waali wasalam wuxuu caddaynayaa qofka bini aadanka ah shay kasta oo jirkiisa ku jira jirkiisa ka mid waa baaliyoobay oo baaba'ayaa wuu baaba'ayaa ilaa cajba danab dabadabayda meel laf yaroo ku taalla oo qaybta dambe ku taalla intaan ka ahayn waa baaba'ayaan taa iyada ayaa muxuu ahay laga soo noolayn doonaa saasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka wax alla wixii jirkaada lafihii hilibkii wax dhan waa baabi'inaysaa quruxdii indhihii dhagihii macaankii waxaad ku dhadhaminaysa carabkii dhammaan iyadii muxuu ahaa aad ka faa'idaysatay ayaa kaa cunayso dib kaaga baabi'inaysa wayn qabrigii caradii wa tudcimuka waxay ku quudanaysaa adduunyadan aطacaama cunna
وعن قريب مددونا ستطعم ويقودنا يسامنك أذي حقا ما شيء فيها إذا أمتعتك قودتي ويان وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتعرى وتقاونانيسا إن لبستها دي أرحرتا لها أيذا فيها ميقر مثلها نعم مها جميل ساسا صحة وتعرى وتقاونانيسا إن لبستها دي أرحرتا منها أيذا حق إذا أتكحرتنا ثيابا نرها دي أتحق إذا كحرتنا وأتكقونانيسا ويان وتكسى ولقوه جنيا إن خلعتها دي أتسيبتا ملابسها نرك ذا دي أتسيبتا ويان هل كان الشيخ عدين علي رحمة الله الدون كان قفكي إسرائيه ومحوى نؤابي اللي حرامتا إذي حلاش هذا والدون كان معنوين أركا قفك إساق نرك وكحرتا وناقاس ولا قاسيبا ويان فضائشي إي خيرك ألا قاسيبي فضائش خيرك على جاسيبي هدي أذا دون كان محوها نرك هذا سيبت أذ معنا ويلين أذ وحي أن كاسوا مرنا أذ كقرة وحي أذ ويدنا أذ هل ويدنا أذ محوها سكوم شقين وحوايا فضائل خير لنا يا لهوينا يا وين أجر يا لهوينا يا آخرنا وحوايا وناك بدم الله كل ميسا معناها وأنا عسويا وتعرى وتقونا نيسا إن لبست هدي أذ حرطة منها دون حاجة ثيابا أر هدي أذ كحرطة أذ ولي بدي رحتين بتوي يعني وتكسى ولهوينا يا إن ملابسها إن خلاف دي أسيبت ملابسها ركذا دي أسيبت ويان وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت وتشهد وحد حاضرتها أد أدا كل يوم ما نلا أركبه دفن خل قف وذائة وصاحبك دوغتان كيس أياد كقيب قشا ويان كأنك وابا أذيكو لا تراد أنا اللقولة بلهين بما شيقي شهدت أذق أذ حاضرتي جريد أيضا حاضرتي وابا أذقوا مبحوها اللي ولا دلنا هين وابا أذقوا مبحوها اللي وسو جودين ساتت كذي أنت ويان ما ننكست قف بندوينا صاحب جيران شيخ أرضي نين ونكسن نين حندت كأن قاني أيا دمان وضبحها يا نص عدان ويان مع ذلك أيضا أرنت أي جرتا أذق أنا بقى كاجا إيه سعد كاجا مرك الله في ريو وحلت وطه قف أنا مبحوها أضدي مبحوها أض رقم إيسان قف أستجع عن جيريدان إباب كان وجودين ويان صاحب بدن حوالي لقى ضح بحنا مانول بلقى ضح ساري قال مري الله نعريس هبل ووتجي هبل الله الرحمة هبل بابور بالله دعي هبل وحول قلنا قبض هبل كنسر أكو دعي هبل ساسو النقضي تتكال لي أصحاب هذيك مت كاير مت كاوين إيه مت كافك إيه مت كودو إيه مت صاحب كا تتك أيجا ولا قاعد ضح سارة لكن كذا مر كاد فيريس واتكسر الله بني قف أنا بأستجع الله ضل الحين قال وجودين ومحوها هايستا جرنتي يضمن قاتها يستطيع رقم إيسا ساس يولي مرك أدون كان كوانا قادت كاس محوى جيريونا ساس وكلا جد علي رحمة الله وتشهد وتحضر إيسا وتكقب قيل إيسا كل يوم ما ينلا أركا دفن خل وذاي إيسا حبدو قتان كيسا تكقب قيل إيسا كأن كوابا أذيكو لا تراد أن لقو جودين أن لقو لد جودين أن لقو دان لهين بما شيء شهيدتا أذيك أتحاضر تقيري داس إيدو قتان كاس إيهو لهاس إن أذيك أن لقو دان لهين أو تقرندي أيساتو أهانت أدقمي ساويا ولم تخلق ولم تخلق لقو مؤمن ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت نعم ولم تخلق لقو مؤمن ولقو مأبور لتعمرها أدون كان إنا عمرته وإذا محوها أن كافتونت لقو مؤمن ويا ولكن ورك لقو الله بي وحلقو أبوري لتعبرها إنا دمرته أي الغو أمي ويان فجد كد ذال أحوك سار لما شيء كد ذال ويخلقت الغو أمي الدون كان وحا الغو أمي هنا أدمحو هاي أدمرته كصحي قادته أي الغو قدح أمي ويان هنا الدون كان أدموطن كدقته اسكدقناته الغو ما أمي ويان لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام البخاري وريي ومشهورة وحكولة يهي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك مركا الدون كان إن أن مرنه أنكسه قاضنه زادك آخر أنك جنتك لهن أنكبت بادلا أنك قاضنه أي الله أمي ويان أي إن أنسك دحدقنا أن محوها كبر واقيسا أن إسهل مانو
معنى هذا ما هو يعني معنى هذا وكذلك أيضا وحارنا هنا معنى هذا هنا دون كان ينقف اسكجز زاهده ما هن الزهد في الدنيا لا الزهد عن الدنيا دون كان اللي قد أحز زاهده يلا بهني وحلاش يسا اللي قد دار حارن تسير اسكي إلى ليه كفاف قف أنت كفيل أو كقاطه عباد الله وحوا قيسته لكن قف إنه دون كذا هيدا قد محاو أنت بول يرديسته سيد قليه رهبانية ذا يوسف نما قاطي ورهبانية تدعوها ما كتبناها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله رجع سكر إن لم نغض ماءهن الدون كان اللي سير ماءهن لكن وسط ديننا وسط ولم تخلق لقوم أؤمن لتعمرها الدون كان عمرته أو الدون كان أجودة لقوم أؤمن ولكن وكل ولا بي لتعبرها إن الدون كان مرته أو تكسها قالت لقوم أمي فجد كد ذل لما شيء كد ذل خلقت لقوم أمي ويان وإن هدمت فزيدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعتها وإن هدمت أدونك هدي للدمية فزيدها أكردي أذيك فزيدها أكردي أنت أذيك هدما دمين أكردي ويان نعم وحصن دفاع وإلاشو أمر دينك دين هذا أمر كذا إلاشو ما استطعت أنت هذا ودو ويان أدونك هدي للدمية دمين أدونك معاي تاي أدوني آخر وحال إلى ضرتان نعم أدوني آخر وحسويهين لبا هوان أما لبا إسلام ولا إسلقبه وإسلمان ضرتان بالي هذا أدون إيه آخر أساس ويان لبا إسلام ولا إسلقبه إنا وذا قسلان إنا وذا فرحان سورة قلما مدن با فرحسان منا ويمرك سنته وهكذا سيدا أصل كساس ويان مرك أدونك هدي حوان إنك ديهجري لتلك ليلة ولتلك أخرى إتاب دائم في الليلتين محويا رضاء هذا سخط هذه وتي الى ان محويا هديت ما يرى لنا قطه را لي عشر ايضا او حيوت هي تنكل عر هديت ما محو قف كرا لي غلينا تي كلا وحيوت هي عر مركا هدمي غاس لغا او كشكينا شيخ وحي مركا اخر عماشي دي هديت كجوزته وطنك اسغا ادو ارينت ايضا وحي دمن اوتاي ادويا الدنيا مرك كذا وين أو كذا بدن إن آخرون لا جوز تلامارك آخرنا وساس وين إن أدون أدو جوز أدون حق يسأله آخر واحد كذا بدن الله مارك وين مركو حكلا جودا وإن هدمت هدي دتك أي عبادة يخير يوجستان أردن كلا أدو وحدو بيرس هذا كنا دمنت أردن كأسا كلا غيب قالوا كلا جودا وين أدون كذا هدي مرك أدون هدي للدمي أنا نعكدمي آخر هذا آخرت هذه يوانا قادنا يدين تادنا إلى شويا وإن هدمت هدي للدمية آخرت أدونك فزيدها أبيري أنت أذيك هد من دمين أبيري وين أكري وحصن إلى شؤ الدفاع أمر دينك دين هذا أمر كذا إلى شويا ولا تحزن هكمرق على ما شيء هكمرق فاتا تقي منها أيضا حق هذا إذا ما أنت إذا قر ما أنت أذجا في أخراك أخرى فزت أتكو لبنت ويان فليس بنافع مد واحترم أهان ما شيء واحترم أهان نلت أتجرت فيها أيضا ومن الفاني وحد أماني إذا الباقي شيء باقي هي حرمت هدي لقى حرماني ولقى إلى اليوم فليس ما أهان بنافع مد واحترم ما شيء نلت أتجرت منها أدونك حق أتجرتي مد واحترم أهانين ومن الفاني واحتمانا واتقى إذا قر الباقي إذا هدي الباقي كي هرأي وآخر ذي حرمت لقاه جيويا إمامك وحولي عليه رحمة الله أدونك وح الله وحي كاتك واتقاري ويدي ولقاه هرمري هكام رغوني نمبع بقالة إيو محو أهمد حنما إيو بابكاس لوفري أدقنا لقاه جيوي ماذا هلين أرنت هكام رغوني مويان هدي لكن مركز مرغوني وادورما هدي أت كل بنت آخر هذا أت خيرك يوناج عملك صوبا الله إما دوي ربك حق سديها شيء أت كهشو أت نبت قليم حوها يعني أت كهشو آخر هذا أدون كوش كاتك مركز كمرغوني ويا محي إلي أدون كان وح أت جارته مد واحترم أهانين أدون كان محي إلي وح على وح جوجا وكل الذي فوق الترابي تراب وح على وح التراب تندل صار تراب ما أودم بينيس هرانا محلقة أمي تراب على أمي مركو كل الذي فوق التراب تراب هدي أيسان نقطة
marka wixii wax tagayeen wax arano qadar ay yihiin aakhiradaadi marka hadii aad marba kulli baanto waxaan kala haas ku dhiban wayaan danna ka galin saas ayuu imaam kale ali rahmatullah wala tahzan ha kamurgoonin ala ma shay ha kamurgoonin faata ka tagay minha iyada xageeda ka tagay oo murug ay ka qabanin idha gor ma anta adiga fi ukhraka akhrara fusta at kulli baanta wayaan falaysa ma ahanin بنافع مد واحترى ما نلتم فيها وحي أد جارتي أو دون قد كجارتي مد واحترى ما هن أو من الفاني وحي تجاي إذا جور الباقي شيء باقي أهان الله يو آخر ذي الجنة ذي حرمتها دي لجاه وجيه أدون أد جارتي محوك تري حبكم ترى ويا النبي أنا صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام مسلم ورنا وحوعدينا يا أدون كان يا وحولي هاي أدون كان وحولته إلهي بانكو أرطية قف أدين كذا كم إذا إنه محوها بده farti saa u dhex galiyo kadibna oo farti ka soo saara farti maxaa ku baaqay noqoni haba macna ma lahan adduunka marka fartaas aad galisay wixii soo raacay la tooyay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka aakhiradii iyo adduunka marka saas u soo yihiin aakhiradu waa badi adduunka oo fartaas aad galisay maxaa ka soo saartay maxaa ku hari wayan wax ku harala ma arko lidalika qofka mu'minka wuxuu ku burnayaa sheekh ali rahmatullah inuu ku dadaalo aakhiradiisa adduunkan wixii ka tagay oo lagaga hormaray oo lagaga maxuu ahay dheef badina uusan murug iska saarin مر بهدي آخر أدكم حكومة بعد ويان هذا والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله مصطفى